من المسائل المتعلقة بهذا أن الأذكار بعد الصلاة وردت فيها عدة صيغ عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها ثابتة، ويستحب للمرء أن ينوع بينها. فمن هذه الصفات أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم تقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أنك تقول سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 34 مرة. هذه الصفة الثانية وهي ثابتة أيضا. والصفة الثالثة أن تقول سبحان الله 25 مرة، والحمد لله 25 مرة، والله أكبر 25 مرة، ولا إله إلا الله 25 مرة، فيكون المجموع 100. فهذه الصفة الثالثة وهي ثابتة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الرابعة أن تقول سبحان الله 10 مرات، والحمد لله 10 مرات، والله أكبر 10 مرات. فهذه هي الصفة الرابعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المستحب للمرء أن ينوع بين هذه الأذكار، فيقول هذه تارة وهذه تارة.